يرفع داخل منطقة الجزاء في الهدف. هاجم أحمد عبد الله يسجل في الدقائق الأخيرة. الرفعة الجميلة اللي رفعها محمد عبد الجواد ويحطها تسلم لرجلك يا محمد عبد الجواد وتسلم لراسك يا هاجم أحمد عبد الله يسجل الهدف الأول في دقيقة 43. كله هو وزملائه وهجوم كان متواصل ويسجل الهدف ماجد براسه. شوف الرفعة الجميلة اللي رفعها محمد عبد الجواد. كورة رايحة في هدية في منديل لماجد ويسجل منها هدف جميل. هدف